هذه هي يعني ليست جديدة ب يعني استهداف المصالح الأمريكية حسب اعتقادي، لأنها قد تكررت بأكثر من مكان، وذلك سوف يؤدي إلى أن يكون هنالك تقويض للجهود الحكومية الرامية إلى الانفتاح على دول العالم وجلب الاستثمارات إلى العراق، وربما سوف يعكس هنالك بعض يعني بعض الرؤى الغير منسجمة مع رؤية الحكومة بشأن تنفيذ المنهاج الوزاري الذي جيء به من قبل السيد السوداني. لكن لحد هذه اللحظة وحسب القراءات الموجودة، كما أن وزارة الداخلية هي جادة باعتقال المنفذين، والدليل على ذلك أن هنالك يعني أخبار أشارت إلى أن اعتقال عدد من المنفذين الخارجين عن القانون، ولم تشر إلى أي جهة من الجهات الموجودة داخل العراق ومن هي التي تقف خلف هذه الاعتداءات أو هذه الهجمات على هذه المطاعم. الموضوع لا يأخذ بالانفعالية بردود الأفعال السريعة، الموضوع يؤخذ بالحكمة وبأن يكون هنالك يعني تمييز وتمحيص للقرارات التي تتخذها وزارة الداخلية وأجهزة إنفاذ القانون، وعدم التسرع بالذهاب لاتهام أي جهة من الجهات قبل أن يكون هنالك أي نوع من الرؤى أو من التحقيقات الأولية التي تذهب باتجاه أن يكون هنالك عدالة، حتى لا يكون هنالك عملية خلط للأوراق. هذا هو الموضوع الذي نراه أمامنا، ربما سوف إذا ما تكرر سوف يعقد من المشهد أكثر، خصوصا بعد أن كان هنالك نوع من الاستقرار النسبي في مجال الأمن المجتمعي والتعايش السلمي وإلى ما شابه. لكن رغم ذلك نحن بحاجة اليوم إلى أن نذهب إلى أن يكون لدينا إرادة سياسية حقيقية قادر على أن يكون كل شيء هو في مكانه الصحيح، ولا نذهب إلى خلط الأوراق مع بعضها البعض.